قضيت النهار وأنا أفكر في الدمية، ولما عاد أبي في المساء إلى البيت أسرعت إليه وسألته عنها، فقال لي: آسف يا حبيبتي، غرسان، أوف، ما أبشع النسيان. أعيد: قضيت النهار وأنا أفكر في الدمية، ولما عاد أبي في المساء إلى البيت أسرعت إليه وسألته عنها، فقال لي: آسف يا حبيبتي رزان، أوف، ما أبشع النسيان. سجاد فضلي. قضيت النهار. لا روحي منها بنشوف الزملاء مش قاعدة تقراي. قضيتها. قضيت النهار وأنا أفكر في الدنيا، ولما عاد أبي في المساء. لا تنسى الاشتراك وتفعيل جرس الإشعارات لتتوصل بجديدنا دائما. ماذا؟ من يصحح؟ عقلك آدم؟ في الدمية. في الدمية، في الدمية. في الدمية، صلح صلح، في الدمية. في الدمية، ولما عاد أبي في المساء. جيد. إلى البيت. من يفكرني؟ في الدرس السابق تعرضنا إلى هذه العلامة، ما اسمها؟ زكريا ولدي؟ علامة عجب. جيد، صرف عليك. إذا ماج الكلمات المكتوبة باللون المغاير الأحمر، طلب مني أن أشطب على الكلمات الدخيلة أو المعنى الدخيل بالنسبة لهذه الكلمات. نبدأ مع أول كلمة، قضيت. هل هي اسم شخص أم القيام بالفعل؟ أم مكان؟ سأعطيكم مثالا بسيطا، انتبهوا معي وسأطرح عليكم سؤالا. ماذا فعل الأستاذ الآن؟ ماذا فعل الأستاذ؟ الآن كنتم منتبهين معايا؟ ماذا فعلت الآن؟ كنت هاك، كنت ساكت، بعدك واش روح درت في الصبورة؟ واش درت في الصبورة؟ أعطيني جملة كاملة. شرحت الدرس أو ماذا فعلت في الصبورة الآن؟ جيد جدا، صرفوا عليه. كتب الأستاذ، انتبهوا معي هكذا، كنت جالس في المكتب تاعي. ماذا فعل الأستاذ؟ ماذا فعل الأستاذ؟ إيمان؟ أعطيني جملة كاملة. أول شيء كتب الأستاذ، ثاني ثانية هيا سجاب اسمعوا. ماذا فعل الأستاذ؟ أميرة؟ خرج الأستاذ ثم دخل. جيد جدا، صرف ولا جيد جدا. ماذا فعل؟ أعيد. مسح الأستاذ الصفوف. جيد. ماذا فعل
على ماذا تدل. كتب الأستاذ، شرب الأستاذ، مسح الأستاذ، قضيت، أفكر، عاد، أسرعت، سألت، على ماذا تدل؟ إيمان بنتي على ماذا تدل؟ جيد جدا، سرق عجبك. من يعيد هذه الكلمات؟ ميرا بنتي، هذه الكلمات المكتوبة باللون الأحمر تدل على القيام بالفعل. ومثل كتب الأستاذ، من يعطيني جملة مفيدة أخرى تدل على الفعل؟ فيها فعل سلومة. جيد، كتب الأستاذ. نغير الفعل الآن، أعطني فعل آخر. نور، مسح الأستاذ الصفور. جيد، أعطني فعل آخر. لا تنسى الاشتراك وتفعيل جرس الإشعارات لتتوصل بجديدنا دائماً.